الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية تقبيل اليد في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. والله أعلم، تدل رؤية تقبيل اليد اليمنى في المنام على احتمال، والله أعلم، على القناعة والرضا والصلاح لصاحب الرؤيا، والله أعلم. بينما تشير رؤية تقبيل اليد اليسرى على صفات مذمومة مثل الطمع والجشع، والله أعلم. من يرى أنه يقبل يد والده في المنام فقد يحتمل أن يكون، والله أعلم، علامة على تمتعه بالمكانة العالية بين الناس، والله أعلم. وإذا شاهد الزوج أنه يقوم بتقبيل يد زوجته فتلك، والله أعلم، ربما يحتمل أن يكون إشارة على الشرف لصاحب الرؤيا، والله أعلم. وتقليل يد الشرط وتقبيل يد الشرطة في المنام قد يكون، والله أعلم، علامة على النجاح والتفوق في الحياة، والله أعلم. أما تقبيل يد الفقير فهي، والله أعلم، ربما يحتمل أن يكون إشارة على الكرامة والعزة لصاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية اليد المنبسطة في المنام من الرؤيا المحمودة والتي تدل على السعة في الحياة الدنيا، والله أعلم. بينما تشير رؤية اليد المنقبضة في المنام على ضيق الحال، ومن يرى أن يده منبسطة في المنام فقد يحتمل أن يكون، والله أعلم، علامة أنه شخص كريم، والله أعلم. وكلما زاد انبساط اليد دل هذا على الإسراف والتبذير، والله أعلى وأعلم، والله أعلم. تدل رؤية اليد المشلولة في المنام على احتمال، والله أعلم، قيام الرأي بذنب كبير في حياته. ومن يرى أن يده اليمنى أصبحت مشلولة في المنام فتلك قد يحتمل أن يكون، والله أعلم، علامة على الظلم والضعف، والله أعلم. بينما شلل اليد اليسرى في المنام فهو قد يحتمل أن يكون، والله أعلم، علامة على موت أخ أو أخت للرأي، والله أعلم. وفقا للإمام النابلسي رحمه الله تشير تلك الرؤيا، والله أعلم، على ارتكاب ذنب عظيم لصاحب الرؤيا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. تعليم اليد في المنام وشم رائحة كريهة لها قد يحتمل أن يكون، والله أعلم، علامة على فساد عمل يقوم به صاحب الرؤيا. مرض اليد في المنام قد يحتمل أن يكون، والله أعلم، علامة على محنة يمر بها الإخوة. أما مرض الأصابع في المنام فتدل على محنة لأبناء الإخوة، والله أعلم. شلل أصابع الإبهام في المنام قد يحتمل أن يكون، والله أعلم، علامة على موت والد الرأي، وشلل الخنصر موت الأم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.